واحنا الغلابه نداس بالجزم ودمنا يسيل على الاسفلت. حد يستعجل النيابه يا اخوانا. يا عم بقول لك والله العظيم هو اللي نط قدام العربيه. انت مش حاسس تصدقني ليه؟ انت تخرس خالص. يا اخوانا يا رجاله اطلقوا معايا تشيلوا من على الطريق. لا اوعى حد يقرب منك له، دي مسؤوليه. واحنا عارفين الراجل فيه ايه؟ عمود فقري طقطق جمجمه بشروخه، هنعمل ايه؟ الاسعاف تيجي تتصرف معاه اللي تعرف تتعامل معاه. يلا يا معلم هات لي فرخين جرنان بسرعه. وانت يا خال معلش شويه بن، الراجل دمه بيتصف بسرعه يا اخوي. وانت يا حاج معلش الله يرضى عليك، خد الشاب الطرب ده هات لنا من شنطه عربيته وقطع عربيه. يلا بسرعه. يلا يا اخوانا كل واحد يشوف حاله يا اخوانا، الراجل لازم يتنفس يا جدعان. كده احنا قافلين فردتين يا جدعان، نقفل فرده واحده. توكلوا على الله يا جماعه. يلا يا حبيبي معلش ده مسؤوليتي انا يا جدعان. توكلوا على الله، توكلوا على الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الاسعاف ما جاتش ليه يا اخوانا؟ مين اللي قال لك جيب بن؟ انا اروح اجيب الاسعاف. حسن خلي بالكم الراجل يا اخوانا والشنطه اللي معاه دي امانه، حد يقلبها ولا حاجه.